بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. دي آخر حاجة وصلنا لها في الريفت المعماري. كنا اتعلمنا عملنا زي الحوائط وحطينا أبواب وشبابيك وعملنا السلم الداخلي والسلم المدخل. تمام، نكمل النهاردة بقى ايه الأدوار. ده الدور الأرضي، نكمل بقى ايه نشتغل بقى الأدوار. أروح للواجهة، اضغط LL بيك، اختار الارتفاع اللي انا محتاجه 4 متر مثلا، ونفترض انها مثلا 3 ادوار. اوكي، اروح ليفل 1، نفترض ان كل الادوار شبه بعض، اختار بالحيطة ونفترض مثلا عندي مبنى بيبقى كبير في حوائط كتير، فمش هفضل اختار بالحيطة. الحوائط ليها نفس الخصائص، او لها اس اي، اختار حيطة واحدة بس واقول له اس اي سيلكت اول. كده حدد معايا كل الحوائط، اقول له كوبي تو كليب بورد، اقول له بيست، الاين تو سيلكتد ليفل، اختار ليفل 2 ليفل 3، دوس كنترول انا وبختار، نلغي ليفل 4 لان هو 3 ادوار، اقول له اوكي. برجع اختار الشبابيك والابواب تاني. لا طبعا، هي خلاص هي هوستد مع الغول فاتخذت معاها كوبي. ممكن بقى اختار السلم اقول له كوبي تو كليب بورد، والله انت سلكت الليفل، والله راح وضع المنظور. شوف المشاكل اللي ظهرت، اللي هو الباب المدخل اشيله عادي، اعمل سلكت عليه وديليت، سلكت ديليت. ممكن نحط شباك بدل الباب اللي مسحناه، روح ليفل 2 WN، ممكن اختار مقاس اكبر من كده مثلا 90، ممكن هنا برضو اختار الشباكين واقول له كوبي تو كليب بورد اونلاين، طيب ليفل 3 وليفل 4. خليهم ظهروا معايا بالشكل ده. طبعا عندي الشبابيك هنا اقل من دي، اختارهم واقول له ايه سيل هايت بقى 1.20 مثلا، هكذا يعني. بلان ليفل 1 من فيو، اختار سكشن دوس كليك في اي حته كده، امشي بالخط، ده خط القطع التعمير، ممكن احركه شويه ممكن اكبر الشباك عشان الخط القطع يجي فيه مثلا، اضغط دبل كليك على السن السام، اكبر الكروب فيو،
احدد الحوائط دي والاديت تايب ان كورس سكيل فيل باتر، اضغط عليه اختار الهاتش اللي هو الفيل اللي هو القطع يبقى لون الحائط متسودة يعني، اقول اوكي. تمام. طب هنا الأرضيات وللأسف مش موجودة أصلا، فنضطر نعمل إيه فلور. برضه سود لي البلان هنا يعني في السكشن مثل الحوض مسودة وفي البلان مسودة. طيب طبعا سايب اللي هو الفواصل اللي هي الشبابيك والأبواب وكده، ما ينفعش تسود يعني. تمام. هنختار فلور اركيتكتشر، نختار مثلا بيك، ممكن نختار دي بيك بيعمل بيك وول. تريم ضغط تاب بيحدد لي كل الشكل. الأسهم دي بتحرك لي الفلور على الحدود الخارجية أو الداخلية يعني، ضغطت كده بيرجع تاني اهو في كل الأبعاد. نقول له فينيش. حدد الفلور لو كوبي تو كليب بورد لاين تو سيلكتد ليفل، اختار ليفل 2 و3 و4. اوكي. بلاقي قفل معايا بس الحواس ظهر، اروح في ليفل 3 اتك على الحيطة كده، اختار ايه سيلكت فيزيبل اند فيو ولا ايه اتاش، اختار الفلور. خد اول ما اختار الحيطة كده ده اتاش، اختار الفلور هكذا اتاش، اختار الفلور بيخفيه. الواجهات بيظهر لي أجزاء صغيرة ليه؟ لأن رموز الواجهات عندي مش جاية حوالين المبنى يعني، ده كده واخد واجهة مفيش حاجة قصاده أصلا وبحركه قصاد المبنى. ونفس الكلام
حركة الأربع مؤشرات. كل ما اضغط على مؤشر منهم بتظهر لي الواجهة بتاعته، او ممكن من هنا elevation. طبعا دي واجهة المدخل، ممكن اخليها رياليستيك من هنا، تظهر لي بالشكل ده. سكشن من هنا، سكشن سكشن 1، بلاقي الفلورات ظهرت، ممكن احددها نفس النظام edit type من course scale fill pattern واختار solid fill. اوكي، بلاقي نفس النظام سود للفلورات.